صباح النور بنات، واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير بألف صحه وعافيه. اليوم جيتكم فيديو جديده وهي عباره عن وصفه رائعه جدا لفتح الشهيه وزياده الوزن والقضاء على الديدان المعويه بمكون سحري راح تكتشفوه معنا في وصفه اليوم. بنات اذا كان يهمك الفيديو نتمنى تشوفوه للاخير. فقط بالنسبه للزائرات والزوار الجدد نقول لهم مرحبا بكم في القناه، ما تنساوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس هكذا باش يوصلكم كامل اشعارات الفيديوهات القادمه باذن الله. اذا بنات، مكون اليوم هو الزعتر او الزعتر البري او الزعتر اليابس، عنده العديد من الفوائد، فهو فاتح للشهيه ويعمل على تنبيه المعده وطرد الغازات ويمنع التخمرات ويساعد على الهضم وامتصاص المواد الغذائيه وطرد الفطريات من المعده والامعاء. والى جانب انه فاتح للشهيه لتناول الطعام، فهو يحتوي على ماده الثيمول التي تعمل على قتل الميكروبات وتطرد الطفيليات من المعدة، وكذلك هو جيد جدا للتخمة، وهو يزيد في وزن الجسم لأنه يساعد على الهضم وامتصاص المواد الدهنية. الآن نروح مباشرة لطريقة الحصول على هذا المكون، يعني نروح مباشرة للعطار ونشرو من عنده أوراق الزعتر الجافة كما هي تظهر في الصورة، وننقوها جيدا من الأحشاب الأخرى ونطحنها ناعم حتى تصبح بودرة كما هي الآن أمامكم. بالنسبة لطريقة التحضير راح تكون سهلة، راح ناخذ كوب من بودرة الزعتر، أنا أخذت كمية قليلة فقط للتوضيح، ونضيف عليها العسل الطبيعي بالتدريج ونخلط المكونات حتى نتحصلوا على عجينة. هكذا بنات بدأت تتشكل عندنا العجينة. بعد ما تحصلنا على عجينة راح نقوم بتكويرها إلى حبات بحجم حبة الحمص ونحتفظ بها في الثلاجة. بالنسبة لطريقة الاستخدام، يعني في الأسبوع الأول راح ناخذ حبة مع كوب حليب في الصباح وحبة في المساء، يعني مرتين في اليوم. أما في الأسبوع الثاني راح ناخذ حبة في الصباح مع كوب من الحليب مرة واحدة في اليوم، ونستمر على الوصفة حتى نتحصل على الوزن المطلوب. يعني هذه الوصفة رائعة جدا، خصوصا الأشخاص اللي عندهم الشهية تاعهم مسدودة، كذلك الأشخاص اللي ما يحبوش ياخذوا فواتح للشهية بمواد كيميائية راح تكون مفيدة لهم بزاف، وكذلك مفيدة للأشخاص اللي عندهم ديدان معوية تمنحهم من الزيادة في الوزن لأنها تقضي على الديدان، وكذلك مليحة للأشخاص اللي عندهم سوء امتصاص لأنها تحسن من امتصاص المواد الدهنية. إذا بنات إن شاء الله تجربوا هذه الوصفة وتفيدكم وتزيد لكم في الوزن. أنا وصلت لنهاية الوصفة، إن شاء الله تعجبكم، ما تنسوش الإعجاب والمشاركة، وإلى اللقاء.